وصلنا الآن إلى ساحة الجمهورية في يريفان. سننقل لكم الوضع، لكن للأسف الشديد ما قدرنا ننقل مباشر لضعف الشبكة. هذا هو الوضع. طبعا هذه الاحتفالات كما ذكرنا بمناسبة انتصار رأي الشعب ورأي المعارضة بالضغط على الحكومة والضغط على رئيس الوزراء سير ساركسيان لتقديم استقالته. سير ساركسيان كان قد شغل منصب رئيس الجمهورية لدورتين من عام 2008 لغاية 2018. بعد انهاء الفترة القانونية له رشح نفسه بآخر لمنصب رئاسة الوزراء. الانتفاضة بدأت تقريبا قبل 10 إلى 11 يوم في يريفان، والآن هذا هو الوضع. قبل ساعتان من الآن أعلن رئيس الوزراء نزولا إلى رغبة الشعب واحتراما لرغبة الجيش والشرطة والأطفال والشباب يتنحى عن السلطة، وترك منصبه لشخص آخر ليقوم بدوره. الآن ستبدأ فترة الحكومة المؤقتة لمدة 20 يوم تقريبا لحين انتخاب رئيس وزراء جديد. سبق تقديم الاستقالة لقاء بين قائد هذه الانتفاضة السيد نيكول باشينيان، حيث انتفض والتقى طلب لقاء مع رئيس الجمهورية في هذه المنطقة في ساحة الجمهورية. حضر رئيس الجمهورية السيد أرمين ساركسيان إلى ساحة الجمهورية والتقى بالسيد نيكول باشينيان وحدد لقاء له مع رئيس الوزراء المنتخب سير ساركسيان. اللقاء كان البارحة في فندق ماريوت، هذا فندق ماريوت. استغرق اللقاء 3 دقائق فقط. يوجد على اليوتيوب على قناة أرارات للسياحة اللقاء الذي دار بين قائد الانتفاضة ورئيس الوزراء سير ساركسيان مترجم باللغة العربية، يمكنكم أن تتطلعوا عليه، والحوار الذي دار بينهم لمدة 3 دقائق. إن شاء الله الأزمة عدت، وهذا الحشد الآن حضر هنا للاحتفال. انتهت الانتفاضة، تدخل اليوم الجيش بصفوف الشعب، قطعات من الجيش دخل مع الشعب في المظاهرات، مما اضطر رئيس الوزراء أن يقدم استقالته. وإن شاء الله قريبا سأقدم لكم ترجمة رسالة رئيس الوزراء أو استقالة رئيس الوزراء باللغة العربية، إن شاء الله أترجم لكم إياها قريبا بأقرب فرصة.